خبراء يؤكدون أن العمود البرتقالي في انفجار مرفأ بيروت هو ثاني أكسيد النيتروجين الناتج عن اشتعال نترات الأمونيا والمرتبط غالباً بتلوث الهواء وأحد مسببات الاحتباس الحراري. وبحسب الخبراء فإن التلوث البيئي لاستخدام نترات الأمونيا لا يقتصر على الغازات الناتجة عن اشتعال هذا المنتج، أيضاً عن الأسمدة التي تصنع منها. المركبات الكيميائية في الأسمدة تنتقل إلى القنوات المائية وتصب في البحيرات القريبة وغيرها من النظم الأيكولوجية المائية، مما يتسبب في تكاثر الطحالب وإزالة الأكسجين من الماء. ووفقاً لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ووكالة حماية البيئة، فإن نقص الأكسجين في الماء يقتل الأسماك وغيرها من الأحياء المائية الأخرى. ويمكن للأسمدة أيضاً أن تتسرب إلى المياه الجوفية وتلوث إمدادات مياه الشرب، وهو ما يزيد من فرص انتقال هذه المواد الكيميائية السامة إلى جسم الإنسان. لا يمكن الحد من الآثار الضارة لهذه المواد الكيميائية على صحة الإنسان والبيئة أو القضاء عليها إلا باتباع ممارسات تكنولوجية زراعية جديدة كاختيار الزراعة العضوية. وبحسب آخر التقارير، يبلغ الإنتاج السنوي العالمي من نترات الأمونيوم أكثر من 20 مليون طن من الأسمدة وحدها، مما يعني أن الكمية البالغة 2700 طن التي انفجرت في بيروت تصنع كل ساعة تقريباً. وعلى الرغم من كونها خطرة، إلا أنه من المتوقع أن يشهد حجم سوق نترات الأمونيوم زيادة بأكثر من 3% بحلول عام 2026.